ألم يكن اشرح لي ايه اللي ممكن يحصل يوم 25/9؟ يا ترى ايه اللي هيحصل؟ تعالوا الأول نشوف تصريحات الإعلامي سيد علي، و80% من الأجر الشامل وكلام في الصميم. تعالوا نشوف بيقول ايه كده. هؤلاء الذين أعطوا كل عمرهم للبلد وللدولة هم اللي حاربوا في 67 وفي 73، هم اللي قدموا الشهداء وولادهم ولاد الشهداء، هم اللي بنوا مصر، هم اللي قبطوا الحزام، هم اللي صدقوا الحكومة في كل شيء. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، حاضر، نربط الحزام حاضر، اعملوا كده حاضر. ولما جم يخرجوا الحقيقة اكتشفوا ان الحكومات المتتالية كلها كانت تتآمر عليهم، كل حكومة جاءت في هذا البلد كانت تتآمر على اصحاب المعاشات. مرة تانية وأنا مسؤول عن الكلام ده، كل حكومة جاءت في هذا البلد كانت تتآمر على أصحاب المعاشات. لما يخرج صاحب المعاش ويكتشف إن أستاذ جامعة ولا مدير تحرير في صحيفة كبيرة، ولا الناس متخيلة إنه بقى إيه، إنه ياما هنا وما هناك، عميد كلية بيخرج معاشه 1800 جنيه، مدير تحرير أكبر صحيفة في مصر بيخرج معاشه 1500 جنيه، اشتغل 36 او 37 سنه بيتخصم منه فلوس قد كده، وبعدين يجي يقول له ايه؟ اصل ما فيش فلوس، اصل احنا كنا الاجر المتغير مش بنعمل عليه، اصل احنا مش عارف ايه، لان في كارثه في البلد دي. عمل يعني افهم ان الناس تنصب، انما الدوله لما تقوم تدور على المخارج تقول لك ده الاجر الثابت 10 جنيه وبعدين الاجور المتغيره 1000 جنيه. لما تيجي تطلع حضرتك بيحاسبك على العشرة جنيه المعاش بتاعك ده باختصار شديد. حاولنا واتكلمنا وقلنا، انما نتيجة لان اصحاب المعاشات ما عندهمش لوبي، ما عندهمش صوت قوي، البرامج ما بتتكلمش عليهم كويس، وعارف الكلام اللي انا بقوله ده بيضايق ناس كتيرة جدا. بس الناس دي سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وانا اظن اننا لا نوقر كبراءنا في هذا البلد. لما انت تطلعه على المعاش تديله ملاليم وما عندوش تامين صحي يتسول علاجه ويقضي بقيه ما اللي باقي له من عمره وهو قاعد منتظر مش عارف ايه من ابنه او بنته او شغل اضافي، يبقى راجل تبقى انت ماشي بالليل في عز البرد شايف واحد 60 65 و70 وحاجه و70 سنه وشغال على تاكسي وهو راجل وده يتنطط عليه وده يعمل ده لا يجوز يا جماعه. كنت قبل شويه بتكلم بقول العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه في البلد دي ان تنصف من اعطى كل عمره للبلد دي. مؤخرا في بوادر امل قالوا في مشروعات قوانين كثيره جدا، حتى فاجئنا النائب المحترم عبد الرازق الزنط بمشروع قانون يهدف حصول الموظف العامل على معاش بنسبة 80% من آخر أجر. وأنا سألته الثابت ولا الشامل؟ قال الشامل ومسكت فيها. ده ممكن يحصل؟ آه. طب يحصل إزاي؟ هاتوا فلوس أصحاب المعاشات اللي أنتوا ضحكتوا عليهم وخدتوها. الدولة المصرية في عهد بطرس غالي خدت فلوس أصحاب المعاشات لبنك الاستثمار القومي ودخلتها في الموازنة، والجزء في بنك الاستثمار القومي بتبقى الفايدة 20% ويديهم مش عارف 7% ولا إيه. لو فلوس أصحاب المعاشات اشتغلت لوحدها مش محتاجة حاجة من الحكومة. أغرب من كل ده، يأتي كل سنة يطلع وزير المالية ويطلع رئيس الحكومة وكل الناس يقول لك وهنصرف لأصحاب المعاشات وهنجيب منين؟ يا حبيبي ده انت واخد فلوسي. زي ما حضراتكم سمعتوا الإعلامي سيد علي هو بيتكلم فعلا بكل مصداقية عن موضوع أصحاب المعاشات وعن الفلوس اللي تم إهدارها. طبعا الكلام ده هو بيقوله على مسؤوليته الشخصية، واحنا بنردد ورا منه كلامه انه فعلا من يعني على حسب كلامه فلوس اصحاب المعاشات اهدرت وتم الـ 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 يعني الـ 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 الاهمال لها وتم اخذها والزج بها في بنك الاستثمار العربي والزج بها كما
المحكمة برضو يعني عرفنا ان تم زجها في البورصة وانها خسرت وبطرس غير والقصص اللي احنا كلنا عارفينها واللي كلنا سمعناها دي، طبعا المفروض ده لا يجب ان يحدث. وموضوع ان فعلا حد يكون شغال طول عمره ومرتبه مثلا 10 ولا 15 ولا اقل ولا اكتر، ويجي وقت ما يطلع المعاش يدوله 1500 جنيه، هيعملوا ايه يعني؟ يعني انت بتنزله من بتعمله دروب كده في حته في حياته وفي عيشته. النهارده واحد خلاص تعود على مستوى معين ان هو يعني يعيش في رينج دوت، رينج الخمسه ولا العشره ولا الخمس، ما بقاش في خمسه، انا 10 15 20 على حسب ما بياخد. اجي النهارده عشان يطلع معاش، اول معاش ابدا له بيه هديله 1500 جنيه ولا حتى 2000 جنيه، يعني انا مش عارف كام بالظبط، بس هم على حسب اللي بيتقال 1500. طب يعني حتى 2000 ولا 2000 ولا 3 ولا 4 ولا 5 حتى يعملوا حاجة النهاردة في ظل الغلاء اللي استشرى، وفي ظل يعني عدم السيطرة على الناس وعلى التجار، عدم السيطرة على اللي كل واحد بيبيع بمزاجه، كل واحد عنده سلعة بيحتكرها النهاردة، الحاجة النهاردة ب15 بكرة ب17 بعده ب23، كل واحد بيعمل ما بداله النهاردة، مفيش أي رقابة على الأسعار. تروح تجيب الحاجة النهاردة تلاقيها مثلا ب10 جنيه، بكرة تلاقيها بقى ب12، إزاي؟ يقول لك غليت. طب ما هي لسه على الرف عندك زي ما هي، أنت لسه ما جبتش جديد، هو كده هي غلي، واللي عاجبه ياخد اللي مش عاجبه ما ياخدش. ولا بقى في رقابة، ولا بقى في سيطرة، ولا حد بيقول لحد انت بتعمل ايه، والناس ثابت كده عرض وطلب، اللي معاه هياخد اللي معاهوش يخبط دماغه في الحيط او يستلف ويجيب. طبعا ما بقاش ينفع يعني. في كل ده واصحاب المعاشات النهارده بنطلع الناس على 1500 ولا 2000 ولا كده، يعني ما ينفعش، ما يرضيش ربنا يعني. الناس يعني بتعاني الامرين، والناس بتبقى زي ما بنقول مرتبها يعني الى حد ما اهو عارف يعيش، او ان هو يعني بيستلف ويعيش. النهارده لما ينزل دروب من العشرة ولا الخمسة اللي بياخدهم للالف ونص ده ولا الالفين ولا بتاع، تعمل له مشكلة جامدة في حياته، وبتخليه ان هو يضطر انه يروح يشتغل في شركات الامن او شركات النظافة، بعد ما كان موظف محترم يروح يشتغل في الاشغال دي، شغلانات محترمة برضو كل حاجة، بس بعد ما يعني بعد 60 سنة بينزل تاني عشان يشتغل، ولا ان كان فعلا بيشتغل على تاكسي ولا شغل بتاع. ليه كل ده يعني؟ ليه ما نعملش الناس معاملة آدمية؟ وليه ما الفلوس دي كلها اللي بناخدها في المعاشات نتقي ربنا فيهم، وان احنا يعني نستثمرها لهم صح، ونعمل فعلا قوانين زي اللي لسه قايلها سيد علي ده، ان في حد بيقول ان فعلا المفروض يبقى فيه 80% من المرتب الشامل. كده يعني تبقى كده فعلا حاجه ادميه ان انت تديله 80% من اخر مرتب طلع عليه، يعني مثلا وليكن كان مثلا بياخد 10 تديله 8، بياخد 15 تديله مثلا 13 ولا 12 كده يعني. ما يبقى الدروب مثلا في 3 4 5000 جنيه، مش زي ما يبقى الدروب في 10 ولا 15 ولا اكتر. يا جماعه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، بصوا شويه بين الرحمه لموضوع الناس اصحاب المعاشات، لانهم يعني مش هو ده اللي يستاهلوه بعد ما الناس اشتغلت بال 30 وال 40 سنه، وفي الاخر يطلع يلاقي نفسه بيتسول، ويطلع يلاقي نفسه مستني حسنه من ابنه ولا من قريبه ولا من كده، بعد ما كان حد محترم ويعني ما كانش محتاج حاجه ولا معوز بيته حاجه. حرام. اتقوا الله، اتقوا الله، من يتق الله يجعل له مخرجا. ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء، ارحموا اصحاب المعاشات، ادوهم حقوقهم، وان شاء الله يعني نسمع ان في اي تغيير ان شاء الله حصل بحاجه كويسه لموضوع المعاشات. في النهايه بشكركم وبعتذر عن التطويل، وياريت لو سمحتوا اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، دعمونا باللايك والشير، لايك كتير بيخلي الفيديو
بيتواجد بكثره في محركات البحث عشان كل الناس تشوفه وتعم الفايده. وتخيل ان اللايك بتاعتك دي بتخلي حد تاني يشوف الفيديو وبيعرف اللي حضرتك عرفته او بيستفيد منه، فانت بتاخد حسنه زي اللي هو بياخدها. واضغطوا زر الجرس اول اختيار، قول اول كل عشان اصل كل جديد، واشوفكم.